كان بدأت شركة أبستيرجو للأبحاث التاريخية مشاريع في لندن. إذا تحركت أبستيرجو فهذا يعني أن فرسان المعبد يخططون لشيء ما، يلاحقون قطعة جديدة من كسف عدن، ولدي أشخاص في لندن يبحثون عنها. بيشوب، جايكوب وإيفي فراي توأمان، كم هذا رائع. بالمناسبة شغل الكاميرا يا باكس. لدي صورة. ما وقت وصول الحمولة؟ أرسلها الآن. هناك الكثير للتفتيش، سأكلف المبادر على الفور. تبدو غريباً بهذا السلاح. لنزرع ملف تجسس صغير ولننتظر ما سنرى. وجدت شيئاً. لدى إيزابيلا أردنت اجتماع هنا بعد بضع ساعات، ولا نعرف مع من. لا نعرف مع من يا ريبيكا، والأمر يعود إلى هذا البطل لاكتشاف ذلك. مهلاً، المهمة هي البحث عن قطعة كسف عدن في لندن. أنجز. والآن أنا متشوق لتجربة هذه الأداة الجديدة. لا يعجبني خروجهما عن النص. حسناً، علي أخذ نفس والمضي قدماً. ستبحث عن قطعة كسف عدن بحياة الأخوين فراي. إنهما توأم عاشا في لندن خلال الحقبة الفكتورية. حملت مجموعتك الأولى من الذواكر الجينية. موافق. أخي جورج، حدث ما كنت أخشاه. سقطت لندن. كتبت لك 3 مرات طالبا المساعدة، وثلاث مرات كان جوابك الصمت. رغم ذلك أكتب مجددا. حاجتي ضرورية جدا وخياراتي قليلة جدا. أنا بحاجة إليك، لندن بحاجة إليك. قد تقول إنها مهمة كبيرة أو أن الوقت لم يحن بعد للهجوم، وتنصح بالتحلي بالصبر. بينما تنتظر يعزز الفرسان قوتهم. فقد تمكنوا من اختيار سيدا أعظم لا يعرف الرحمة. قد تظن أن رجلا بيرش بعث من جديد. اسمه هو كروفورد ستارك، ونيته هي أن يحكم العالم. يسيطر على جميع جوانب المجتمع، ولا تفلت أي صناعة من قبضته. في النهار يسيطر التجار الفاسدون وساسة المرتشون على مقاليد الأمور، وفي الليل تلقي عصابة شريرة تعرف باسم بلايترز الخوف والرعب في قلوب الجميع. ليس هناك من عمل غير ملطخ بسمه، ليس من شخص غير مستغل، سواء برضاه أو غصبا عنه. وليس كافيا لكروفورد ستارك أن يمتلك المدينة. وضع عدونا. وبينما تركز على الداخل وتبدو إن سمحت لي خائفا، تمتد طموحات ستارك إلى ما هو أبعد من ذلك. تمتد إلى ممالك وقارات لم تكتشف بعد، وذلك لن يدوم، فهو يعلم. وكما حذرتك، حذرتك مرارا وتكرارا، أن من يسيطر على لندن يسيطر على العالم بأسره. القطارات من هنا. مسؤول المعبد هو روبرت فيرس، الهدف الأول، والثاني هو السير ديفيد بروستر. يمتلك أداة قوية قد تقضي علينا في هذه الحرب. ستتوليان الأمر؟ يا له من سؤال. حسناً، إنها غلطتي. سيداتي سادتي، توأم فراي الذي لا يقهر، شاهدهما كل ليلة في حديقة كوفنت. جورج، جدياً، لقد درست مخططات المختبر وكل الطرق مغطاة. ولدي ما أحتاج إليه. هنا تماماً. سأنقل تحياتك لفيرس. لنتحدث لاحقاً، يجب أن نلحق بالقطار. جايكوب، إيفي، لتنر العقيدة طريقة نار النور. يا متشدد. يا له من مسكين، إنه خائف جدا. لم تكن السنوات رحيمة. إيفي فراي، أين حصلت عليها؟ من المكان عينه يا جايكوب.
متى ينوي أن يواصل هذا؟ يزعج العمال الآخرين. هيا أغلق وأصلح الآلة فوراً، وأرسل بعض الأفيون لصداعي. سأصعد في الحال. ماذا تعتقد أنك فاعل؟ توقف عن أن تقع في ورطة. لا أحد يدخل أو يخرج إلا بوقوع مشكلة. إن أوقفت الآلات فسيفتح الباب وسيكون طريقي إلى فيرس مفتوحا. من منكم المسؤول هنا؟ ليس خطأنا سيد. مفتش الصحة. هذا الرجل ميت. أنت من سيموت. عد راكضا إلى البيت أيها الصبي. سأعلمك من جديد. Yeah,
يجب علي أن أؤذيك. لن أكرر كلامي. عفوا سيد فارس، علينا أن ننقل الفتى إلى الصيدلاني كي يضمد جراحه. حسنا، لكن أخصم من أجره. أمرك. هل نتوصل إلى سعر نهائي سيد فارس؟
توفير المادة الخام اللازمة لتصنيع العديد من القطارات الجديدة. أتوقع انتهى الأمر. أوه، ما الذي أنجزته أيها الفتى؟ لقد كسرت إحدى دعائم آلة ستارك. دعامة كبيرة، لكن هذا ليس كافيا. معلمك الأكبر سيسقط. أنتم أيها الأساسنز يمكنكم البحث في لندن كما تشاءون. النظام الذي شيدناه يواصل تقدمه بقوة منذ مئات السنين، وسيظل لألف أخرى. بالتأكيد إنها المدينة نفسها. سوف نأخذ لندن من أيديكم. من كرويدن؟ أنتم تتحركون في الظلال كالجبناء. أشك بقدرتكم. أصابكم يا رجال؟ يبدو أننا قمنا بتوقف غير مخطط له. علي السير في المرة القادمة.